مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بعض التعليقات عبر صفحتنا على الفيسبوك. سوما تقول السلام عليكم، أنا بس بدي أحكي للنواب والوزراء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الشعب مش مجبور يدفع لجيوب الفاسدين، ويا الله أدم الأمن والأمان على وطننا الأردن. جهاد يقول أتفق، والمحاور السبعة التي قدمها النائب محمد الزرقات. باسل يقول ما هي الفائدة المرجوة من لقاءات التنظير؟ كيف لنواب خذلوا الشعب وباعوا الشعب بتقاعدهم وتآمرهم عليه أن ينظروا إليه؟ كل المسيرات الشعبية والغضب الشعبي لم تردع الحكومة، ماذا ينتظرون أن يفعل الشعب؟ عبر تويتر إبراهيم يقول الأرقام التي تم الترويج لها بعدد المحتجين في الشارع مرفوضة تماما، ولم توضع إلا فقط لإهام من لم يشارك في الحراك أن الحراك يموت. استيمان أبو مجلي يقول بدلا من رفع الأسعار وزيادة الضرائب، لماذا لا تستعيد الحكومة المال العام الذي تم نهبه في قضايا فساد كثيرة؟ خليل يقول يا ريت توصلوا للنائب أنه أغلب السيارات تحت 1400 سي سي ما بتأخذ إلى بنزين 95، يسأل ويتأكد. غسان الرحاحلي سبب حل مجلس النواب همارة المجلس هذه حقيقة يدركها الشعب الأردني. هون بدي أجي لجانب سياسي، عدم الثقة وعدم وجود ثقل لمجلس النواب في الشارع، عدم وجود أرضية شعبية لمجلس النواب في الشارع، وصفة المجلس الدائم أنه المجلس لا يعمل لمصلحة المواطن، يعمل لمصلحته الشخصية فقط، وأزمتنا الاقتصادية. تفضل دكتور محمد. شكرا. الحقيقة يعني بدي أتحدث على موضوع ثقة المواطن الأردني والشارع الأردني بمجلس النواب. أنا أظن أن غياب هذه الثقة والتواصل وقناعة المواطن الأردني بمجلس النواب كان أساسه هو قانون الانتخاب السابق الذي لم نصنعه نحن كنواب، نحن أتينا على قانون مؤقت. طيب. الموضوع الآخر، أنا أظن أن الدولة الأردنية تعمل وعملت وما زالت تعمل على إجهاض فكرة المجالس التشريعية والنيابية في الدولة الأردنية، وهذا موضوع من أخطر ما يمكن. أنا لا أذكر شخوص مجلس النواب الحالي، أنا بقول للمواطنين الأردنيين عليكم ألا تجهضوا مشروع المجلس النيابي التشريعي حتى القادم وما بعد القادم. يوم من الأيام سيصل إلى قبة هذه المجلس من يثق به من المواطن الأردني. الآن يمكن لا نحمل هذا التعاطف وهذه الثقة من الشارع الأردني نتيجة لقانون الانتخاب اللي جينا عليه، نتيجة للربيع العربي. طيب. نتيجة لهفوات وأخطاء كثيرة من زملاء من النواب. نعم. إلا أنه أنا ضد أن تعمل الدولة الأردنية على إسقاط هيبة مجلس النواب وليس شخوص النواب. طيب. وأنا أرجو أن يلتفت إليها يعني كل مواطن أردني، لأنه من المصيبة بمكان ما في حكومة ترضى بالرقابة، ما في شخص يرضى بالرقابة. نحن أو كمجلس تشريعي نحن رقابيون على الحكومة، والحكومة يجب أن تعمل على إضعاف مجلس النواب. أنا أظن سبب ضعف مجلس النواب هو قانون الانتخاب. العمل الدولة الأردنية، الدولة كلها عملت على إضعاف مجلس النواب، وما دام القانون كان سيئا والدولة تعمل على إضعاف مجلس النواب، أنا لا أتوقع خلينا أبقى عند مجلس النواب ناجح. خلينا أبقى عند هاي النقطة. وقبل ذلك الأخ صالح المراجي تفضل. مساء الخير أستاذ محمد. بعجالة أخ صالح تفضل أرجوك. إذا سمحت لي بسؤالين لضيفيك الكريمين. تفضل يا سيدي تفضل. السؤال الأول الدكتور محمد الزركات أخي الكريم، الفساد حديث الساعة الآن. نعم. والفساد كالزنا لا ينتهي إلى يوم الدين ويثبت ويصعب إثباته. هل تعتقد أننا بحاجة إلى تشريعات قوية وصارمة تضبط الفساد وتحد من الفساد؟ طيب. مستقبلا. أما سؤالي للأستاذ عمر كلاب، مساء الخير أستاذ عمر. مساء الخير صديقي. سيدي نحن نعرف أن الحراك منذ تأسيسه هو مشتت ومبعثر ولا يوجد له أي قيادة موحدة. هل تعتقد أن التيارات الإسلامية والقومية أثرت على هذا الحراك بحيث أصبحنا نواجه خطاب ديني متشنج غير واقعي وغير منطقي؟ وأيضا نرى من التيارات القومية تأييدها للقمع والاستبداد والذبح والقتل في سوريا وتنادينا بالحرية في المملكة الأردنية الهاشمية. وشكرا جزيلا لك أستاذ محمد. شكرا لمداخلتك سيدي. تفضل أستاذ عمر، أبدأ منك ثم أعود دكتور محمد. يعني أنا بدي أتفق مع الأستاذ بحكيه أنه للأسف نحن لدينا توازن غير معقول، وهذا مش عمر اليوم. يعني منذ 1993 لليوم ونحن نسمع إشادات بالدول العربية من المعارضة الأردنية أكثر مما نسمع إشادة بالدولة الأردنية، رغم أننا لم نرتكب جريمة يعني إعدام سياسي طوال عمر الدولة، ورغم أن عدد الضحايا في الدول القومية التي يتغنى بها المعارضون يعني ألفا. هذا جانب صحيح. الآن المواطن الأردني هناك من استثمر في أوجاعه، وهناك من سقط أخلاقيا من المعارضين،
بطلبه الديمقراطية في الأردن والإصلاح السياسي في الأردن وتأييده القمع والظلم في أقطار أخرى، في مأزق أخلاقي سقط فيه التيار القومي، كما كان التيار الإسلامي ساقط أخلاقي، يعني بالمعنى السياسي أسف مش بالمعنى البشري طبعا، في تأييده لكثير من أنظمة القمع العربية، وفي انتقاله من مرحلة إلى مرحلة بحيث أعطى عدم ثقة للإصلاحيين في التشارك معه. يعني سمعنا منهم في مصر كلاما ثم قالوا غيره بعد أقل من 14 طيب. الناس ننزل على انتخابات الرئاسة نزلوا، شفنا حماس في غزة عم تقمع وعم تذبح وفيش رأي آخر، شفناهم في الأردن يعني انقلبوا على الحراكيين عشرات المرات ثم يعودوا للتشنج لتحسين شروط التفاوض مع حكومة عون، كانوا عونيين أكثر من عون، حتى بات الشارع الأردني يريد عونا على عون، مش معقول يعني. ثم هذا هذه التقلبات السياسية اللي يجب أن يلتفت إليها الحراكيين الجدد. الأحزاب التقليدية الإسلامية والقومية تخشى ولود حركات حزبية جديدة، وقلنا مئات المرات أن يلتفت الحراكيين الجدد للأطر السياسية وتأطير نفسهم لأنهم قوى سياسية ناشئة وجديدة وتحظى باحترام الناس. كلام جميل، بس أنا بدي أتعقب على هل لديك تعقيب على حديث النائب الدولة تضعف مجلس النواب؟ يعني أنا بستغرب من حكي أخوي محمد، وأنا يعني هو من الناس اللي أنا بحبهم وأصدقائي لي، ولكن أنتم أضعفتم أنفسكم أكثر ألف مرة مما أضعفت الدولة وساهمت في إضعافكم. أتفق. يعني أنا بدي أقول إنه الآن طيب. لما تغيب الثقة، غياب الـ يعني النصاب، هذا معيب. السرعة في إجراء يعني قانون التقاعد النيابي والجواز الأحمر وعدم الالتفات إلى قانون الانتخاب وقوانين المحكمة الدستورية. أنا أدافع عن مجلس النواب. أنا ما بدافع عن مجلس النواب. أنا لا أدافع عن مجلس النواب. أنت واضح جدا في تختار. أنا طالبت مرارا. أنت تختار نصف الحقيقة. ولكن أنا بواجهك أنك تختار نصف الحقيقة. فضل. الحكومة ساهمت. الدولة لم تحافظ على هيبتها هي حتى تحافظ على هيبة المجلس. الحكومة بلا هيبة. الوزراء بلا هيبة، النواب بلا هيبة، الأعيان بلا هيبة، كل هذه صغر الهيبات. لذلك أنا بقول دائما عن غياب العقل الواعي للدولة. تصغير هيبة المجلس وتصغير مكونات وأركان الدولة ستصبح بالنظام بالتالي لا هيبة للدولة. يعني إذا النائب ضعيف، هذا جانب، ولكن للأسف نحن أمام رداءة في القانون ورداءة فيما يفرز القانون مع احترامي لسعادة النائب. أيضا لا يمكن أن ترتقي نوعية النائب في ظل قانون هامشي وضعيف. أوكي. مش السوء ترى بالمناسبة، ليس كل السوء في النواب، القانون اللي بيجيب مختار مش قاعد بيجيب نائب. كلام جميل جدا. طيب نور تقول عبر تويتر لك وين كان الزرقات لما صوت بالثقة للرفاعية التي تخصصت برفع الأسعار وحكاها بالثمن المليان ثقة. حسام بيقول إذا مجلس النواب مزور يعني كل قراراته باطلة، وسليمان يقول كان الأجر بالحكومة أن تقدم على هذه الخطوة لأنهم دفعوا بالشارع إلى الانفجار. وأنا هون سؤالي متى بدير حل مجلس النواب أساسا دكتور؟ يعني متى سيحل مجلس النواب؟ يعني موضوع بدك تعطيني وقتي حتى أعلق على هذه النقطة. أنا إلي اجتهاد خاص في موضوع متى سيحل مجلس النواب. بداية جلالة الملك يؤكد أن الانتخابات النيابية هي هذا العام وأنا أقول أن لا حل لمجلس النواب هذا العام، ولكن بذات الوقت بقول هنالك انتخابات نيابية هذا العام. كيف؟ أنا أظن أن السيناريو القادم هو التالي. تفضل. الدستور الأردني دستور مانع، دستورنا بيقول الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب ترحل خلال أسبوع ولا يجوز تكليف رئيسها للحكومة التي تليها. جميل جدا. دستورنا لا يمنع جلالة الملك ولا يحرم جلالة الملك من الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، لا يوجد أي نص دستوري يمنع الملك عن هذا الموضوع. وبالتالي أنا أرى أن ما سيحصل هو الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة ستجرى بشهر 11 من هذا العام. طيب. سيبقى مجلس النواب قائم بدون أي حل حتى يسلم المجلس القادم، يبقى نواب هذا المجلس نوابا. ما في داعي يستقيل لأنه لا يوجد نص دستوري، النائب ليس موظفا. النص الدستوري بيقول على الوزير الذي يرغب بالترشح للانتخابات النيابية الاستقالة قبل شهرين من موعد الانتخابات. النص الدستوري أو القانون يقول على الموظف العام أن يستقيل قبل شهر من تاريخ الترشح للانتخابات، لكن النائب ليس موظفا يعني عاما، نائب في مجلس الأمة ومرشح للانتخابات النيابية وسيخوض الانتخابات وسيبقى. أنا هذا السيناريو اللي بفترضه. ترى هذه الأمة فرصة متوازية للجميع بين من هم تحت القبة ومن خارج القبة من المرشحين، بس بنعم أو لا أرجو. احنا بنحكي دستور جميل. أنا جدا. يعني مش جميل أنا جدا. اللي بقيم
يعني سوري أنا كنائب ممكن أقر مواد الدستور لكن أنا لا أقيم الدستور الأردني، بس اسمح لي يعني أقول لماذا بفكر بهذا الاتجاه. أنا أظن أنه عدد الحكومات خلص وصلنا للحد الأعلى من عدد الحكومات خلال عام، أصبح من المحرج على الدولة الأردنية أنه نجيب حكومة جديدة تجرى في عهد الانتخابات. فأظن أنه مخرج دستوري حقيقي، وأنا أظن أن مش أنا اللي طلعت هذا المخرج، أنا أظن أنه هذا هو السيناريو، هذا تحليلي، عندي عدة مشاهد استدللت من خلالها على أنه حكومة الطراونة هي الحكومة التي سيجرى في عهد الانتخابات، وسيصار إلى مجلس نواب جديد، وسيبقى هذا المجلس قائما إلى أن يسلم المجلس القادم السابع عشر. تتفق مع هذه الرؤية أو طرح؟ أنا بتفق أنه لا يوجد موانع دستورية في ذلك، وكل دول العالم بالمناسبة تجري الانتخابات في ظل وجود مجلس النواب. يعني كلام يعني فكرة حل مجلس النواب هذا يعني امتياز أردني أو امتياز عربي يعني. طيب. بالعادة لا المجلس موجود. بالعادة المجلس موجود، ولكن طيب. ماذا عن قانون الانتخاب؟ الأساس ليس المشكلة ليست لا في حل مجلس النواب ولا في إبقاء مجلس النواب، المشكلة في دور مجلس النواب الذي يرى المواطن أنه دورا تعطيليا للحياة السياسية. جميل. الآن نحن أمام مطالب وإقرار وطني عام أن قانون الانتخاب الحالي لا يمكن أن يفرز نوابا، سيفرز مخاتير. هل سيكون مجلس النواب الحالي على قدر المسؤولية وهو يعلم الآن أن كل مبرراته السابقة حلونا البانكارز وحلونا اللوبيات وحصن نفسه بالدستور من الحل ومنع الحكومة من إقرار قوانين مؤقتة، الآن هل يثبت النواب أو المجلس الحالي أنه بقدر المسؤولية ويقر قانون انتخاب توافقي وطني يضمن وصول نائب؟ أنا ما بيخوفني النائب الحالي ما بقدر. رأي الملك ما في يعني صراحة ما في يعني انا يعني اخذت هذه من احدى خطابات جلاله الملك وتقول له ما في قانون انتخاب جديد. انا بقول هنالك قانون انتخاب بس لن يرضي ولن يرضيني انا شخصيا، انا بقول توافق ولن يكون مرضيا للشارع ولن الاردني يكون توافقيا، وسناتي بقانون للاسف انا ما هذا ما اشعر بسلوك مجموعه غالبيه من النواب اننا سنعود للصوت الواحد من جديد. للاسف فانا لست مطمئنا الى مخرجات قانون الانتخاب بمجلس النواب الحالي. يحل مجلس النواب او لا يحل؟ دقيقة. ما وصلتني رساله. مش هذا بيهمني. انا مش هذا اللي بيهمني. انا اميل انه على الاقل هذا العام ما في حل لمجلس، اميل انه ما في حل هذا العام لمجلس النواب. ما في انتخابات بعرفش انتخابات ولا لا، ما بعرف، بقدرش يعني اقول. في حديث يعني حديث جلالة الملك في هذا الموضوع حاسم اخواني الكرام، هذا احيانا احيانا جلالة الملك يعطي توجيها. جميل. وبالتالي قد تكون هناك ظروف إقليمية تمنع إجراء انتخابات، يعني إذا بكرة بتصير، لأنه الأردن يعني في حساسية عالية هي الأحداث الإقليمية. يعني أنا لا أحب أن أقحم أو أن يقحم جلالة الملك أو للإجابة على جلالة الملك، هو جلالة الملك في النهاية بيده الحل، ولكن مش قصة الحل، في قوانين إجرائية يجب أن تنجز. يعني الآن إحنا مطلوب منا قانون انتخابات، مطلوب منا تعديل قانون استقلال القضاء، لأنه إذا بالقانون الانتخاب قلنا أنه الطعن في صحة النيابة للقضاء لازم نعدل قانون استقلال القضاء، يعني أمامنا جملة من القوانين والنواب يتلكؤون ويتراخون. الآن المسألة القضية الرئيسية، أنا لما بقول لي مزاج النواب، بالمناسبة منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وقبلها الإمارة لم تجرى انتخابات على قانون دائم، كل الانتخابات أجريت على قوانين مؤقتة. طيب. هذا واحد، فكان الأجرة هم حصنوا حالهم بالدستور، مجلس النواب الحالي ارتكب جريمة بحق الوطن عندما حصن نفسه من الحل وهو لا يستحق أن يكون موجود أصلا. لا هو ممكن حصل اللي بعده يا سيدي. لا لا لا. طيب مواطن انا اتفاجئ من اخوي عمر كلاب انه بقول مجلس النواب حصل نفسه من الحل. اولا المجلس الدستوري، لا لا لا، المجلس ما زال يعني يحل باراده ملكيه من جلاله الملك، يحلوا في اي وقت يشاء، لكن قضيه القوانين المؤقته حينما اتينا عليها بالدستور هاي لصالح كل مواطن اردني، لان كنا بنذكر شو عمل دوله علي ابو الراغب من 220 قانون مؤقت، القوانين المؤقته هي اللي كسمت ظهر الاردن. اعتقد انه في اتفاق بينكم اثنين على موضوع الانتخابات النيابية، يعني سيكون عدم حل المجلس أقلها هذا العام، تتفقان مع ذلك؟ لكن أنا بقول ستجرى انتخابات نيابية الأستاذ عمر، بقول لك إذا تجرى أنا أؤكد. طيب. أنه ستجرى يعني أنا بدي أشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين، إن وقت انتهى، لكن هناك رسالة نصية وين مدراء الأجهزة الأمنية الذين نشهد لهم بالنزاهة من تقديم تقاريرهم ونصيحتهم من جلالة الملك وإيقاف مهازل الفساد، وهناك أنا مع الحراك 100%.
وعامر يقول أيضا أقترح تخفيض رواتب الوزراء ورؤساء الحكومات من أجل دعم الميزانية وتحداهم أن يقبلوا الوزارة. اسمح لي أعلق على بس بعجالة. تفضل. الذي يقال أمام جلالة الملك غير الذي يقال وراء ظهر جلالة الملك، هذا فقط ردي على من يسأل أين من يوصل الرسالة الحقيقية لجلالة الملك. طيب. أنا أشكركم كل الشكر ضيوف الكرام لحضوركم ليلة. مشاهدينا إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة من نبض البلد. لقاؤكم غدا يتجدد مع زميلي الدكتور مهند بيضين بعد نشرة الأخبار مباشرة. مني أنا محمد الخالدي أجمل تحية، تصبحون على ألف خير.